نظمت وزارة الطيران المدني ورشة عمل حول المكونات الوطنية للبرمجة، والتي تهدف إلى معرفة المناخ للأنشطة في دول الساحل. آدم محمد شرف الدين. تأتي ورشة المشاورة للمكونات الوطنية للبرمجة حول معرفة المناخ للأنشطة في الساحل، والتي انبثقت من المؤتمر الدولي الذي أقد في العام 2009 المنصرم بمدينة جنيف العاصمة السويسرية، والتي تهدف إلى توعية العاملين في قطاع الإرصاد الجوي. وعلى ضوء ذلك فقد نظمت وزارة الطيران المدني والإرصاد الوطني للتقنيين والعاملين بالوزارة بغية معرفة المكونات الوطنية للبرمجة حول المناخ. الأمين العام لأداكا باي توبان إلي رحب بالحضور وطلب من المشاركين على الاستفادة من هذه الورشة التي تدرس التغيرات المناخية في المناطق الساحلية. من جانبه ممثل المجموعة الإقليمية لدول الساحل داود يحيى أبان في كلمته بأن هذه الورشة تسمح للعاملين إلى وضع استراتيجية وخطط واضحة تعينهم في معرفة الأحوال الجوية والتغيير المناخي. الأمين العام لوزارة الطيران المدني والإرصاد الوطني محمد صالح الدكا أكد للمشاركين في هذه الورشة بأنهم سيخرجون بنتائج مثمرة وبناء تسهم في هذا القطاع الحيوي، ملفتا انتباه الحاضرين بأن المجموعة الإقليمية لدول الساحل تقدم خدمات مغايرة في مختلف دول الساحل، علما بأن هذه الورشة التدريبية ستستمر يوما كاملا بفندق مركير بعاصمة عنجمينة بمشاركة عدد من المعنيين بهذا القطاع. افتتحت اليوم أعمال الورشة الخاصة بوضع أسس جديدة للحد من خطورة المواد الكيماوية وأثرها السلبية على البيئة. الورشة افتتحت من قبل الأمين العام بالإنابة لوزارة البيئة والصيد سعدية عثمان. تفاصيل الخبر مع مريم عبد الرحيم عرضي. إن المواد الكيماوية تعتبر من المواد السامة ولها أضرار جانبية سلبية، مثلاً كتسرب المواد الكيماوية عن طريق الهواء أو الماء الذي يؤدي إلى الاختناق، وأيضاً نشر السموم واستمرار انتشارها لمدة طويلة. لذا تم تنظيم هذه الورشة الوطنية لتدريب العاملين في الإدارة البيئية، ومن أجل ذلك الأمينة العامة النائبة لوزارة البيئة والصيد سعدية عثمان تطرقت في حديثها إلى أن هذه الورشة تعتبر فرصة لمعرفة البيانات الميدانية، بالإضافة إلى توعية مجموعة من الطبقات المهنية الاجتماعية المبرمجة في خطة النشاط الدائم في تشاد، مع احترام العقود الدولية في تقوية كفاءات الإداريين. تبقى الإشارة إلى أن مثل هذه الورش تنصب في إطار الإدارة الرشيدة للحكومة من حيث حماية البيئة. قدم نائب رئيس لجنة الامتحانات للشهادة الثانوية دورة 2017 ياسر تجاني كندل حديثا صحفيا أعلن من خلاله بأن الدورة الثانية للثانوية سيبدأ في 30 وحتى 31 من أغسطس الجاري. في الواقع نود إبلاغ أبنائنا الطلاب المعيدين بأن الامتحانات ستكون بإذن الله يومي الأربعاء 30 والخميس 31 من شهر أغسطس 2017 في تمام الساعة 8 صباحا. ولإنجاح هذه الامتحانات نود إيراد التوجيهات التالية إلى أبنائنا الممتحنين، وهي ضرورة احترام المواعيد، ضرورة احترام النظام واللوائح، ضرورة حضور الممتحنين في مراكزهم المختلفة في تمام الساعة 6 صباحا، إبراز البطاقة الرقمية قبل دخول قاعة الامتحانات، يحتفظ الممتحن برقمه السابق الذي امتحن به في السلسلة الأولى، يمنع للممتحنين الدخول في قاعة الامتحانات بعد مضي 15 دقيقة من بدء الامتحان. يرجى من جميع الممتحنين الالتحاق بمراكز امتحاناتهم قبل تاريخ الامتحان حتى يتسنى لهم الجلوس. أما فيما يتعلق بمراكز الامتحانات المعتمدة فقد طرأ تغيير طفيف، حيث اعتمد هذه المرة 37 مركزا يتوزع على النحو التالي: ممتحني مدينة أبشة يمتحنون في أبشة، ممتحني أمجرس يمتحنون في أمجرس، ممتحني أم التيمان يمتحنون في أم التيمان، ممتحني بلتين يمتحنون في بلتين، ممتحني مدينة آتيا يمتحنون في آتيا، ممتحني جلندن وبونغور يمتحنون في مدينة بونغور، ممتحني غوري وبول يمتحنون في مدينة بول، ممتحني مدينة بوكورو يمتحنون في مدينة بوكورو، ممتحني بوسو يمتحنون في مدينة بوسو، ممتحني بيبيجا وبودو وبايباكوم وغوري ودوبا يمتحنون في مدينة دوبا، ممتحني فايا يمتحنون في مدينة فايا، ممتحني فيانغا يمتحنون في مدينة فيانغا، ممتحني بونكارول وغنوغايا يمتحنون في مدينة غنوغايا،
ممتهني قزبيدة يمتهنون في قزبيدة، ممتهني مدينة حجر حديد يمتهنون في حجر حديد، ممتهني باكتشورو وكيلو، ممتهني مويسالا وبيجوندو وكمرة يمتحنون في مدينة كمرة، ممتهني بيري ولاي يمتحنون في مدينة لاي، ممتهني زاجيري وبندير ولاغون وليري يمتحنون في مدينة ليري، ممتهني مدينة ماو يمتحنون في ماو، ممتهني مدينة مندلية يمتحنون في مندلية، ممتهني مساجد وماني ومساكوري يمتحنون في مساكوري، ممتهني بيتكين ومونغو يمتحنون في مونغو، ممتهني بينواي وبينمار وكريم كريم وموندو يمتحنون في مدينة موندو، ممتهني مدينة مصورو يمتحنون في مدينة مصورو، ممتهني أمحجر يمتحنون في أمحجر، ممتهني توروك وبيسي مافو وبالا يمتحنون في بالا، ممتهني مارو وكيابي وسار يمتحنون في مدينة سار، ممتهني فرشا يمتحنون في ثانوية إبراهيم محمد إتنو، ممتهني واليا يمتحنون في ثانوية واليا، ممتهني قاسي يمتحنون في ثانوية قاسي، ممتهني وسط انجمينا يمتحنون في ثانوية ابن سينا، ممتهني انجمينا شمال يمتحنون في ثانوية جوجي، ممتهني انجمينا شرق يمتحنون في ثانوية امتوكن، ممتهني ثانوية غرب يمتحنون في ثانوية الحرية، ممتهني انجمينا يمتحنون في ثانويتي المدرسة الانجيلية كوليج ايفانجيليك وثانوية القلب المقدس ساكريكير. اخيرا ندعو جميع مديري المؤسسات التعليمية المعتمدة لاحتضان امتحانات السلسلة الثانية وكذا المسؤولين الاداريين على جميع المستويات اتخاذ التدابير اللازمة للمساهمة في إنجاح تنظيم هذه الامتحانات.